طيب هنروح لاخبارنا وهنبتدي ب كره اليد. معلش يا جماعه قبل ما اروح لخبر كره اليد لا يعني على الماتشات والدوري المحترفين اللي شغال انا عايز اقول حاجه. طبعا شهدنا او شفنا في بعض انتقاد او بعض الهجوم على الجهاز الفني للنادي الاهلي. اولا خلينا نتكلم بمنطقيه وبعقل. النادي الاهلي السنه اللي فاتت لعب دوري وكاس، هم دول البطولتين اللي شارك فيهم عشان طبعا ازمه كورونا واللوك داون اللي حصل في العالم كله. الدوري خسرناه بعد مباراه فيصل مع المنافس او مع نادي الزمالك. كاس مصر خدنا كاس مصر من النادي المنافس، يعني مش مثلا فرقه طلعت النادي المنافس فاحنا لعبنا النادي اللي طلع الفريق الزمالك فكسبناه فاندايركت، يعني اندايركت فوز او يعني فوز غير مباشر، لا احنا كسبنا الكاس مصر من الفريق المنافس. والدوري خسرناه بعد ماتش فيصل، بعد ماتش فيصل لما تعادلنا في المباراه الختاميه في الدوري. يعني معنى كده ان احنا ماشيين كتف بكتف في الوقت اللي زي ما حضراتكم عارفين نادي الزمالك مدجج بالنجوم ومليء بالالعاب باللعيبه ذوي الخبرات وفرقتنا فرقه شابه. طب ننتقل للسنه دي. السنه دي رحنا شاركنا في بطوله ابطال الكؤوس وفزنا بيها وحجزنا مقعد في احد طرفي لقاء السوبر السنه الجايه في 2022. يعني عملنا انجاز كبير ان احنا، لان الطرف الثاني حتى الان لم يحدد. ليه؟ عشان بطوله العاب بطوله ابطال الدوري اتلغت. فاذا النادي الاهلي حط قدم في ماتش السوبر القادم ان شاء الله السنه الجايه بهذا الجيل الشاب. مباراه اللي هي المباراه الثانيه او مباراه السوبر الافريقي خسرناها بعد مباراه كنا متفوقين في اغلبها. وانتوا عارفين الكره الاخيره حصل فيها ايه وجبنا وحللنا وقلنا، وزي ما قلنا النادي الاهلي ما بيدورش على شماعه. وعايز اقول لكم انا عندي مجموعه من الفيديوهات نشوف الاخطاء التحكيميه اللي كانت مؤثره علينا في المباراه ومع ذلك ما جبناهاش وما قلناهاش. ليه؟ لان احنا النادي الاهلي نشتغل على نفسنا وما بندورش على شماعه نعلق عليها اخطائنا. ولكن انا شايف ان الجهاز الفني حتى الان يعني لازم يلقى منا الدعم، لازم يلقى منا الدعم. انا ماليش مصلحه في اي شيء، انا بتكلم على مصلحه النادي الاهلي فقط. الجهاز الفني شغال عنده رؤيه، النادي الاهلي بيدعمه، النادي الاهلي شايف رؤيته بناء جيل شاب. الجيل ده يقدر يتسايد كره اليد 5-6 سنين قدام، مش انا اللي بقوله، ده جمهور النادي الاهلي اللي بيقول، اللي هو المتابع لكره اليد. فاذا لازم ندعم هذا الجهاز الفني ولازم نقف جنبه طول ما هذا الجهاز الفني هو متولى مسؤوليه النادي الاهلي. كل الدعم، كل الدعم، لان انا بجيب بالنتائج. لعبنا 4 بطولات كسبنا 2 من 4 منهم بطوله ماتش واحد، بطوله اللي هي ماتش السوبر هي ماتش واحد، ومع ذلك احنا كسبانين 2 من 4 شارك فيهم هذا الجهاز. اذا كل الدعم. احنا عندنا مباراه الدوري شغاله، لازم يحس الجهاز الفني ولازم يحس اللاعبين ان جمهور النادي الاهلي وراهم، ولازم وده موجود على فكره، ده موجود. ولكن من حب الجماهير او بعض الجماهير النادي الاهلي لازم تنتقد ولازم تقول، ده حقهم الطبيعي بدون تجريح طبعا. بس احنا كبرنامج الابطال بندعم الجهاز الفني وبندعم اللاعبين لاقصى نقطه ممكن نروح معاهم فيها، وبنطالب اكيد كل جماهير النادي الاهلي بهذا الدعم.